بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. انا نهى مقلد من قناه نهفوت. هنعمل ايه النهارده؟ هنا هنعمل الصينيه القمر قوي بالزياده دي، وهنعملها بمكونات ان شاء الله موجوده في البيت وحاجه سهله جدا. يلا نسمي الله وندخل المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها هنجيب اللبن اللي احنا نشتغل فيه ده، اربع كوبايات لبن. هتحط عليهم شويه سكر زي ما انت عايزه تحليه، براحتك خالص. هنحط عليهم كيس، المفترض ان اربع كوبايات لبن دول بياخدوا 2 كيس كريم كراميل، بس انا هحط كيس واحد لان انا هحط مكون تاني هيتقل الصوص شويه. خلاص، هو المكون التاني ده شويه بسكوت كده اللي هو بسكوت الشاي العادي ده، هنحطه فيه مع اللبن مع الكريم كراميل، وهروح اديهم غلوه واحده بس على النار وارجع. خلاص، وجبنا هنا البطاطا حوالي كيلو بطاطا، هنقشرها زي ما انتم شايفين. طبعا احنا كنا غسلينها ومنشفينها كويس جدا، يعني كنت غسلها من قبلها بيوم اصلا فلوحدها نشفت يعني. خلاص، هنا هقشرها. هنعمل حلو بالبطاطا والكراميل وحاجه كده، بصوا وهم حاجه كده جميله جدا. على فكره انا اخدت الوصفه ديت، هي مش وصفتي بصراحه، اخدت الوصفه دي اخدتها من قناه اجنبيه، شفتهم بيعملوها بس عجبتني جدا وقلت لازم اجربها كده واشوف الدنيا فيها ايه. خلاص، فقلت لا يا بنت جربيها كده. فروحت جايبه البطاطا زي ما انتم شايفين كده، غسلتها ونشفتها، وعايزاه بصي عايزاه تقطعيها زي الشيبسي كده، حاجه رفيعه جدا جدا جدا. انا كنت بعملها الاول بالقشره ديت، وبعدين قلت لا، ممكن يكون في ناس ما عندهاش القشره دي، فروحت عامله ايه بالسكينه خالص كانك بتعملي شيبسي بالظبط، حاجه رهيفه جدا لان هي بصوا انا عايزاها تستوي بسرعه يعني حاجه ما تاخدش وقت. خلاص، وهجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها. ايوه، نحطها كده ونروح نجيب الحاجه ايوه هو ده الكراميل اللي احنا حطيناه على النار واديته غلبه واحده بس، كنت كل شويه بروح اقلبه لان البوتاجاز جنبي بالظبط، وما اديته القوام ده، مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف علشان يسوي لي البطاطا. ورحت حط تحت كده ايه شويه بسكوت بس يعملوا لي قاعده بس للبطاطا. طبعا كنت استغنى عن البسكوت، هو اصلا الوصفه اللي انا شفتها ما كانش فيها بسكوت، بس يعني جودت من عندي، ما انا لازم تحط التاتش بتاعك كده كالعاده يعني. خلاص، فهنا رحت حاطه الكراميل تحت اللي احنا حاطين عليه البسكوت، مديله اللون الجميل بتاعه ده ومديله القوام، انا مش عايزه قوام تقيل زي ما قلت لكم عشان انا لسه هسوي البطاطا فيه. رصيت هنا البسكوت اهوت، وهجيب شرايح الايه البطاطا اللي احنا مقشرينها مع بعض اللي احنا عاملينها زي الشيبس بالظبط، وهرصها في على البسكوت. طب يا نهى، البسكوت كده هي اما انت دخلي الفرن مش هيتحرق؟ لا خالص مش هيتحرق خالص خالص خالص، لان احنا عاملين البطاطا زي الشيبس بالظبط، فهي اصلا مش هتاخد سوا، يعني هي مش هتاخد سوا، بالاضافه ان انا عامله الكراميل مش تقيل قوي، فهو هي يا دوبك غلوتين في الفرن ان شاء الله هتستوي هتبقى زي الفل. عايزه اقول لكم ان هي طعمها فعلا تحفه تحفه تحفه، بس هو الشيف اللي عملها في القناه الاجنبيه اللي قلت لكم عليها عاملها من غير البسكوت، هي فكره البسكوت دي بس هي فكرته وخلاص اكتر من كده لا، وكمان حطيت جوز الهند وهو ما حطش جوز الهند، وكمان هو كان عاملها بالكريم كراميل اللي هو بنحضره في البيت اللي هو لبن وبيض وسكر، ضربهم مع بعض وعمل الوصفه، بس انا بجود زي ما بيقولوا كده بجود فيها بس مش اكتر. شايفه هنا بقى هجبت بقيه الكراميل بتاعي وحطيته، هاخد كل اللي في الحله طبعا واغطي بيه البطاطا واروح مغطياها وحطها في الفرن، والفرن كده كده انا مسخناه. طيب انا دلوقتي ما عندكيش كريم كراميل، هتعملي ايه؟ ممكن تعملي على البارد، ممكن تقلبي الكريم كراميل باللبن بالسكر وتروح حطها على البطاطا كده لو انت قلقان، لكن انا شايفه ما فيش داعي للقلق علشان هي هتستوي، لان انا عاملاه خفيف يا دوبك غلوتين في جوه في الفرن هي خلاص هيستوي. طيب انا لو ما عنديش كريم كراميل ممكن تستعملي نشا او كاستر، هيبقى حلو برضو جدا. هنا بقى هغطيه ياخد له غلوتين، وبعد كده اشيل الغطا من عليه واسيبه ياخد وش في الفرن. يلا بينا ندخله الفرن، بسم الله كده وندخله الفرن اللي احنا مسخنينه اصلا. اول ما هيدخل يغلي على طول لان هو سخن اهو، شايفه بقى. بعد هنا ما شلت الغطا وحطيت السكينه في قلبه كده، لقيتها استوت خالص، رحت شايل الغطا عشان بس تدينا ايه لون محمر كده من فوق، حاجه كده يعني ايه ياخد وش يعني. هنا بقى طلع من الفرن بس لسه سخن، خدي بالك الطواجن ديت لما البايركس لما تطلعيها من الفرن خدي بالك
لازم تكون الفوطه اللي في ايديك اللي ماسكاها بقى ناشفه، وتحطيها على حاجه ناشفه علشان لا قدر الله ما يحصلش اي مشاكل. ده بقى الكراميل اللي كان في كيس الكراميل ايه بزوق بيه الدنيا بس كده. طبعا انا الكاميرا في التليفون في ايدي واللي بصور بيه، والايد التانية بعمل بيه، فمعلش. شايفه بقى، حطي بقى في التلاجة يا ست البنات ساعتين بس ولا ثلاثة على بال ما يبرد كده، وقطعيه وهتاكلي بصي احلى طبق حلو من البطاطا. طبعا البطاطا احنا بنطلع منها مواهب، يعني البطاطا كنا زمان كل اللي نعرفه عنها ان احنا ممكن نشويها ولما نحن عليها شويه ممكن نسلقها، لكن لا، النهارده بنعمل منها وصفات جميله حلوه وحادق، يعني حلو وحادق، بان نطلع من البطاطا شغل احلى شغل بصراحه. هي يعني زي ما بتقولي كده ايه، ممكن تشكلها اي تشكيل في الحلو والحادق. عملنا منها حلو كتير وعملنا منها حادق كتير. شايفه بقى الخرطه، ايه الجمال ده، ايه الحلو. شايفه الطبقات، شايفه الطبقات، لا والطعم خطير خطير. عايزه اقول لك انا بقطع كده، وفي في ناس جنبي عايزين اطباق، يعني شايفه شايفه شايفه، لا حلوه بجد، حلوه بجد، طعمها حلو جدا. على فكرة شفت ناس تانية عملوا نفس الوصفة بس بالبطاطس، انا لسه ما جربتهاش بالبطاطس، بس اعتقد برضو ان مش هتبقى وحشة، بس هنكتر السكر شوية، وعلى حسب على حسب حلاوة. شايفة بسم الله ما شاء الله الفرق، على حسب حلاوة البطاطا الحلوة بتاعتك انت هتزود السكر، يعني هتحط السكر كمية السكر على حسب حلاوة البطاطا، او على حسب ما انت عايز الحلو بتاعها شكله ايه بالظبط. وممكن تعملها في طواجن صغيرة ان شاء الله، هعملها لك برضو في طواجن صغيرة. حلو سهل جدا وسريع جدا، وطعم طعامه ما فيش بعدها يعني. وعلى فكره مش تقيل، يعني هو مش تقيل، حاجه خفيفه. وعايز استغنى عن البسكوت، زي ما قلت لك الوصفه الاصليه ما فيهاش بسكوت، عايز استغنى لا فيها بسكوت ولا فيها جوز الهند، وكان عاملها بالكريم كراميل البيتي. يا رب ان شاء الله تعجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.